بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بزوار ومتتبعي قناة تاكروفيكس. اليوم سوف نقوم بعمل تخطي بيباس، يعني بيباس أو تخطي حساب جوجل كروم بالنسبة لجهاز سامسونج A01، يعني A01 كما ترون، فهو الآن مقفل عن بالFRP. سوف نقوم بإزالة أو بتخطي الاف ار بي عن طريق تيست بوينت. كما يعلم الجميع، فهذا الهاتف فهو من عائلة الكوالكوم. سوف نقوم بالذهاب إلى جوجل ثم كتابة A01، وسوف ندخل إلى هذا الموقع GSM Arena، ثم ندخل له. كما سترون سوف نقوم بالذهاب إلى بلاتفورم هنا، ثم هنا في البلاتفورم تقوم بإن هذا الجهاز فهو من عائلة الكوالكوم. إذن سوف نقوم بالذهاب إلى كما ترون، فالجهاز هو متصل بالحاسوب. سوف نقوم بقراءة المعلومات الخاصة بالجهاز عن طريق الام تي بي، وكما ترون هذا هو جهاز سامسونج A01، الريفرنس الخاص به هو A015F. سوف نقوم بعمل تخطي عن طريق عن طريق مسلم اودين. سوف نقوم بالدخول الى MTK برو. انتظر حتى يتم تحميل MTK برو. نعم، لقد تم التحميل الآن. ننتظر. إذن الآن سوف نقوم بالذهاب إلى هذه الخانة فاريوس، هنا فاريوس. كما ترون هنا خاص بالأجهزة الكوالكوم، وسوف نقوم بالبحث عن كما ترون A01، وكما رأينا في من قبل فهو الريفرنس الخاص به وهو A015F. إذن هذا هو الجهاز الذي نبحث عنه. ثم نقوم برؤية التست بوينت، نقاط تست بوينت هنا كما ترون. نقوم بالضغط على هذه فيو تست بوينت. كما ترون هنا توجد التست بوينت الخاصة بهذا الجهاز من أجل أن نقوم بإدخاله إلى وضع الـ ODL مود. إذن سوف نقوم بإطفاء الجهاز ثم بإزالة البطارية، ثم نقوم بإعادة البطارية، ثم نأخذ المشبك ونذهب إلى التست بوينت، نقاط تست بوينت، نقوم بإيصالها، ثم نوصلهم على الحاسوب. انتظر. إذن كما ترون فقد تم إيصال الهاتف مع الحاسوب عن طريق ODL مود. لم يبقى سوى عمل فورمات من أجل إزالة FRP. ضغط هنا وننتظر. نعم، لقد تم إزالة FRP بسرعة كبيرة مع مسلم أودين. هذه الأداة الرائعة جدا، والتي تدعم الكثير من الأجهزة. كما ترون هنا فورمات FRP فينيش، هنا أوبراسيون فينيش. سوف نقوم بقلب الجهاز كما ترون. الآن سوف يقوم بإعادة تشغيل. سامسونج جالاكسي A01. نعم، سوف نقوم بالدخول إلى الهاتف. نعم، لقد تم تخطي FRP بنجاح. إذن كما ترون لقد قمنا بتخطي FRP بالنسبة لهذا الجهاز.
إذا أتمنى أن يكون هذا الشرح قد أفادكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. شكرا.